بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. تحياتي أبنائي وبناتي في مقرر ريادة الأعمال، يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في واحدة من أهم وأخطر القضايا التي نتعرض لها أو يهمنا التعامل معها، خاصة حين يتحول رائد الأعمال إلى صاحب مشروع وإلى مستثمر في مشروع. أبنائي وبناتي، نحن في محاضرتنا ولقاءاتنا السابقة تعرضنا من هو رائد الأعمال، ما هي مواصفاته، ما هي صفاته، كيف ينشأ، مهاراته وقدراته. تعرضنا أيضا إلى أنه هذا هو عصر ثقافة العمل الحر، رأينا المشروع الصغير ومقوماته وأنواعه وعناصره المختلفة، ثم بدأنا نتحدث في كيفية إنشاء المشروع الصغير والبدائل المختلفة التي تظهر أمام رائد الأعمال. وكان من القضايا المهمة التي تعرضنا لها كيف يوفر التمويل، يحتاج إلى رأس مال ويحتاج إلى تمويل، وشفنا المدارس اللي موجودة هنا وميزنا بين هذه المدارس، واستقرنا أبنائي وبناتي على أنه في قضية اختيار التمويل الأمر يحتاج إلى منطق علمي وإلى منهجية علمية تمكننا من اختيار الحجم المناسب من التمويل الذي يمكن استثماره. وتذكروا أننا قلت لكم احنا عندنا معادلة في شق منها مصادر الأموال وفي الشق الثاني استخدامات الأموال، ولابد أن الاثنين يتساوية، وإلا ممكن يبقى عندي رأس مال عاطل وده بيؤثر سلبا على الاستثمار، أو يكون عندي عجز في استخداماتي للموارد المتاحة، ودي أيضا بتؤدي إلى مشكلة بالنسبة للمشروع. ثم ها نحن الآن ننتقل إلى قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. نحن نتحدث الآن عن أغلى ما يمكن أن يمتلك أي مشروع، عن أثمن الموارد التي يمكن أن يمتلك أي مشروع، وهو المورد البشري. العنصر البشري هو الذي يمثل جوهر الثروة التي يعتمد عليها المشروع. بدون مورد بشري مؤهل قادر يستطيع أن يغطي كافة مجالات النشاط في المشروع الصغير، لا يمكن أن يكون هناك مشروع صغير. يعني عندي آلات وعندي معدات وعندي رؤوس أموال، ثم لا يوجد مورد بشري، لا أستطيع أن أفعل شيء. المورد البشري هو الأساس الذي نتعامل معه. المورد البشري هو الثروة الحقيقية التي تجعل من المشروع الصغير حقيقة ذات قيمة. وبالتالي مهم جدا ان احنا نتعرض الان الى تكوين فريق العمل، وارجو انه ابنائي وبناتي يكونوا من الحصافة بحيث ينتبهوا الى استخدام مصطلح فريق العمل. نحن نتعامل كفريق، الفريق هنا معناها الفريق المتكامل، معناها المتعاون، معناها المتناسق، معناها الذي يسعى الى تحقيق هدف واضح ومحدد، يعمل بروح الفريق، يعمل بجماعية الفريق، ولسنا نشكل مجموعة من يبقى مورد بشري ولكنه مشتت مشرذم جزر منعزلة عن بعضها البعض، لا قيمة لها. لابد انه يبقى في نوع من التوحد ونوع من التناسق ونوع من الوجهة المشتركة نحو الهدف المشترك الذي نسعى اليه جميعا. هذا هو موضوع حديثنا اليوم، حيث نتحدث عن كيفية تكوين فريق العمل وتخطيط الموارد البشرية وكيفية إدارة واستثمار هذه الموارد البشرية في المشروع. وبإذن الله يتبقى لدينا وقت كافي كي أستمتع بمشاركتكم وبإضافاتكم، ويشرفني ويسعدني الإجابة عن أي تساؤلات تعن لحضرتكم. الحقيقة هنا شايفين الصورة اللي قدام مننا، وأرجو أنها تكون صورة معبرة وتعوها وتفهموا معناها. احنا دايما يا اولاد يالله مع الجماعة، فاحنا لما بكون ايدينا متألفة متكتفة متعاونة نعمل بروح الفريق. معنى الفريق انه المجموعة المتكاملة المتجانسة، يعني عدة اشخاص متكاملين متجانسين ولديهم الرغبة ولديهم القدرة، ويسعون الى تحقيق هدف واحد. اوعوا تنسوا الحكاية دي،
نسعى إلى تحقيق هدف مشترك، نتيجة نسعى إلى تحقيقها في المستقبل، وبالتالي كل جهودنا بتبقى مسخرة لصالح المشروع أو لصالح تحقيق الهدف. فريق العمل كما ترون في عدة عناصر، في عندنا هنا الملك أو المفوض اللي هو بيتولى يعني تمويل المشروع وإنشاء المشروع، اللي بنسميه رائد الأعمال أو رائد المشروع أو صاحب المشروع أو مالك المشروع. بعدين ممكن يتكون من فرد، يبقى عندنا الإدارة، والإدارة بقى بكل عناصرها، وهي التي تتجه إلى تحقيق الهدف من خلال العناصر والموارد المتاحة لديها. ويبقى عندنا مجموعة العاملين، يبقى في عندي مالك وفي عندي رائد وفي عندي مدير وفي عندي العاملين، دول اللي بيشكلوا معا فريق العمل، دول اللي بيشكلوا معا فريق العمل. المدير او المالك لابد ان، واحنا قلنا من البداية لما كنا بنتكلم على صفات رائد الاعمال كنا بنقول لابد ان يتسم بروح القيادة، يتسم بمهارات القيادة. بمعنى ايه ابنائي وبناتي؟ زي ما درستوا زمان بنقول انه القائد هو الذي يملك التأثير في الاخرين، القائد يملك التأثير في الآخرين، لكن هل هذا التأثير يأتي انطلاقا من تمتعه بسلطة معينة، يأتي اعتمادا على قدرته على السطوة وقدرته على القمع وقدرته على يعني تعرفين المنهج الفرعوني، لا أريكم إلا ما أرى، مش كده؟ لا، هنا بقى القائد مش كده، القائد يقوم على المشاركة، يقوم على الشورى، القائد يقوم على التأثير، القائم على الإقناع، القائم على الأبعاد المعنوية، على احترام واحتواء مشاعر من يعملون معه، يقوم على توجيههم الوجهة المناسبة اعتمادا على الخبرة واعتمادا على روح التعاون واعتمادا على الرفق وحسن التعامل. احنا زي ما تعلمنا من ديننا الحنيف فإنه إحنا نحن كقادة بنبقى قدوة، القائد قدوة، وهو يؤثر ويحرك العنصر البشري ويدفعه إلى تحقيق هدف معين في المنشأة أو في المشروع الموجود، ولكن هذا ليس اعتمادا على القمع، وليس اعتمادا على التسلط، وليس اعتمادا على وجهة النظر الوحيدة، ولكن اعتمادا على الشورى واعتمادا على المشاركة واعتمادا على عملية الرأفة والرحمة والتوجيه والاستيعاب والاحترام وغير ذلك من العناصر. هنا بيأتينا بقى طيب الجزء الخاص بإدارة العنصر البشري، وعشان ندير العنصر البشري فنقطة البدء أن نكتذب العاملين ونحتفظ بهم، اكتذاب العاملين الجدد والاحتفاظ بهم. طب احنا عشان نكتذب عاملين جدد لابد احنا نحدد احنا محتاجين ايه، ايه المواصفات التي نحتاجها، ايه الاعمال والوظائف والمهام اللي موجودة في المشروع، ومن ثم بناء عليها نحدد المواصفات والخصائص التي يجب ان تتوفر في العنصر البشري، ونحدد مصادر الحصول على هذا المورد. يبقى اذا عشان نعمل هذا الامر بيحتاج بقى ايه، قصة طويلة عريضة هنتعرف عليها، ومن ثم ايضا نريد ان نحتفظ بمن نكتذبهم، يعني بكتذب عملاء جدد، ولكن مهم ايضا انه العملاء القدامى يستمرون معنا، ان المورد البشري الذي نحافظ عليه ونستثمر فيه هو بمثابة اغلى الاصول التي تمتلكها المنظمة، وبالتالي عليها ان تحافظ عليها وعليها ان تصونها وعليها ان يعني توفر لها الدفع والحافز الذي يجعلها تستمر في المنظمة. وبالتالي بيبقى عندنا برضو من إدارة العنصر البشري ان احنا بندفع الأجور، ندفع الكمبنسيشن، التعويضات، نعطي المزايا يعني ربما المحدودة والمحددة. يعني هنا بيبقى ايه، احنا نحن ندفع في مقابل الإنتاجية وفي مقابل العمل، في مقابل القيمة المضافة التي يمثلها هذا العنصر البشري، يؤدي الأعمال والمهام التي يكلف بها في التوقيت المناسب بالجودة المناسبة. مع هنا بقى بنتكلم على طيب خبرة وتخصص المديرين وكيف نتعامل معها وكيف نكسب العاملين الخبرات المتعددة والخبرات المتنوعة.
الموارد البشرية في المنشأة الصغيرة بتسعى إلى إجراء التحسين والتطوير. هذا التحسين والتطوير المستمر بيحتاج قدر من التوافق والانسجام والتكامل. هو مورد بشري يعني إيه؟ مورد بشري إحنا عاوزين نحسنه. نحسن إيه؟ نحسن كفاءته، نحسن مهاراته. طب نطور يعني إيه؟ يعني نكسبه مهارات جديدة، نطور قدراته في مواجهة المهام والتكليفات التي تناط به، يكون قادرا على تحديد الهدف أو المشاركة في تحديد الهدف، كما يكون قادرا على إنجاز هذا الهدف والوصول إليه. وأنا دايما كمدير يعني المدير الفعال يقول أنا بسعى إلى أنه المرؤوس بتاعي أو العامل بتاعي يكون محدد هدفه. تحديد الهدف ما تنسوش الخمس مواصفات، فاكرينهم؟ خمس مواصفات: سمارت، سمارت SMART، هم دول اللي بيحددون الهدف. فلابد ان انا كمدير اتأكد من انه كل مرؤوس قد شارك في صياغة الهدف، وانه يعرف هدفه على ضوء الخمس شروط دول. وهو يعرف هدفه وشارك فيه يبقى متحمس له، ومن ثم يسعى الى تحقيقه. هل يعرف كيف يحقق هذا الامر؟ وعشان كده انا بحسن مهاراته، بحسن معرفته، بحسن خبراته، أطور القدرات وأطور المهارات وأكسبه الأساليب السليمة التي تمكنه من عملية الإنجاز. وهذا الأمر يتطلب أنه فريق العمل المكون من هذه الموارد البشرية أو من هذه الثروة البشرية بيتتوافر فيه عدة خصائص: التوافق، الانسجام، التكامل. بمعنى أنه عكس بقى الإيه؟ عكس الانعزال، عكس الانفصال والتشرذم، عكس التحوصل والانغلاق حول الأهداف الذاتية. لا، كلنا متكاملون بنسعى نحو هدف مشترك، نؤدي أدائنا بتناغم بانسجام، كل منا يراعي أن يكون جهده إضافة لجهود زملائه الآخرين، أن يكون متوافقا معهم في الأداء ومتوافقا معهم في الرغبة، منسجما متفقا متكاملا. وإلا نصبح بعيدين عن فكرة الإيه؟ عن فكرة التكامل أو فكرة فريق العمل الإيه؟ المتجانس. يبقى احنا إذن هنا بنقول أبنائي وبناتي إنه مهم جدا إنه يعني يتوافر لدينا ما نصب إليه من فريق متكامل متجانس متوافق بيسعى إلى تحقيق هدف معين. طيب يا ترى بقى التوافق والانسجام والتكامل إيه تأثيرهم؟ تأثيرهم على الأداء الوظيفي، أداء وظيفي يستخدم أفضل الأساليب ويحقق أفضل النتائج. بمعنى أن يصبح فريق العمل اللي موجود معايا يتسم بحاجتين أساسيتين، يتسم بالكفاءة ويتسم بالفعالية. بمعنى أنه يتم استخدام هذا المورد البشري وغيره من الموارد الأخرى، سواء كانت موارد ملموسة أو موارد معنوية غير ملموسة، جميعا تستخدم بأفضل الأساليب أو بأنسب الأساليب، و تكون موجهة لتحقيق أفضل النتائج. وطالما موجهة لتحقيق أفضل النتائج يعني معنى كده أنها بتحقق الهدف، يبقى تحققت الكفاءة وتحققت الفعالية. هنا بنخلي بالنا أنه المورد البشري حين يعامل كفريق وحين يمكن نعمل له عملية تمكين، يعني أنا كصاحب مشروع أو مدير مشروع حين أقوم مثلا بتفويض بعض صلاحياتي لمرؤوسي، الباحثين بيقولوا هذا يترك أثر بالغ، بالغ الأهمية، بالغ القوة على الأداء الوظيفي، يعني بيحسن الأداء الوظيفي، ومن ثم ينعكس في الرضاء الوظيفي. يا سلام، قضية الرضاء دي قضية مهمة، لأنه كما نسعى أبنائي وبناتي لخلق الولاء والانتماء لدى العميل الخارجي، فإننا نهتم أيضا بخلق الولاء والانتماء لدى الموظف الداخلي. شوفوا المدرسة اليابانية وما تعتمد عليه من عناصر معينة تربط
المورد البشري بالمنظم، تربط مصالحه بتحقق مصالح المنظم، تجعله يشعر وكأنه يمتلك هذا المشروع أو يمتلك هذه الشركة. هذا هو معنى الرضاء الوظيفي وانعكاسه في شكل الولاء والانتماء. وعاوز أقول كمان قضية في غاية الأهمية، المورد البشري الراضي يصبح موردا بشريا منتميا، منتمي للشركة. طب وده يؤدي لإيه؟ وفي نفس الوقت يكون موردا بشريا معتنيا. معتني بمين؟ معتني بعملاء المنظمة اللي هم مبرر الوجود. احنا طبعا شغالين الوقت بنتكلم على قضية التسويق لسه ما كملناش، لكن بتشوف العميل اللي هو مبرر وجودنا. فاذا الرضاء الوظيفي، الموظف الراضي يكون موظفا منتميا، اي ان له ولاء بالنسبة للمنظمة، ويكون موظفا معتنيا، معتنيا بالعملاء وبالمستهلكين الخاصين، دول مبرر وجود المنظمة. طيب ماذا عن معدل دوران العمالة؟ معدل دوران العمالة الأول يعني إيه أبنائي وبناتي؟ ما المقصود بمعدل دوران العمالة؟ ها؟ أيوة برافو عليك، أيوة الابنة العزيزة اللي بتقول أيوة، معدل الدوران اللي هو معدل ترك العمل أو التهرب من العمل أو التمارض، يعني أشكال متعددة، لكنها بتقول إن العامل لا يستمر ولا يستقر في عمل. فكلما كانت معدلات الدوران مرتفعة، يعني معدلات ترك العمل بشكل مؤقت أو بشكل دائم، العامل يبحث عن عمل جديد في مكان آخر، أو العامل يتمارض أو العامل يتكاسل، دي اسمها معدلات دوران العمالة. معنى أن معدلات الدوران لترتفع أن العاملين غير راضين، أن بيئة العمل والمناخ التنظيمي ومناخ العمل بيئة طاردة، بيئة لا تجذب العاملين، بيئة تمثل نوع من الإشكالية التي لا تجعل العامل مشبع معنويا ولا تجعله قابل للعمل داخل المنظمة. فالعامل لما يكون أداؤه أداء جيدا ورضاؤه رضاء عاليا، فبالتأكيد معدل دوران العمالة حينئذ سيكون منخفضا. يعني إذا ما اضمحلش، إذا ما انتهى إلى الصفر، بيعتبر معدلات دوران منخفضة جدا، لأننا نصبح بيئة جاذبة، بيئة غير طاردة، بنجذب عاملين جدد ونحافظ على العاملين اللي موجود لدينا. وهذا الأمر يتطلب منا أن نسعى إلى 1، الإيمان بأن العاملين لديهم مهارات فردية بتختلف، مش كده بسميها الفروق الفردية، وهذه المهارات الفردية تتطلب التطوير، تتطلب التحسين، تتطلب الإضافة. لابد أن احنا العامل نمكنه وندربه وننميه ونساعده على أن تنطلق ملكاته وأن يشعر بعملية الإنجاز وأن يشعر بعملية الإبداع. إذن التوافق والانسجام والتكامل في فرق العمل يؤدي إلى حسن الأداء، يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرضا ومن ثم الانتماء، يؤدي إلى انخفاض معدلات دوران العمالة لأن بيئة العمل تصبح بيئة جاذبة، وفي إطار يسعى إلى التطوير والتنمية، بيئة منمية ومدير منمي ومدير موجه ومدير قائد ومدير مطور. يبقى معنى كده أننا إزاء فريق عمل متكامل ومتجانس. عشان بقى نتكلم على إدارة الموارد البشرية، نلاحظ أن احنا عندنا عدة عناصر. دور إدارة الموارد البشرية بيتضمن عدة عناصر. أول حاجة تحليل الوظائف، تحليل الوظائف. انتوا طبعا درستم إدارة موارد بشرية، لكن انا بستجمع معاكم بعض الاشياء. يعني وانتوا درستوا إدارة مالية وانا كنت بكلمكم في التمويل، درستوا إدارة موارد بشرية وانا بكلمكم إدارة الموارد البشرية الان، درستوا تسويق وانا احدثكم ايضا في التسويق. يعني عندنا عناصر بناخدها بقى تخصيصا على المشروع الاي اس. بذكركم لما بنقول تحليل الوظائف، احنا عندنا مجموعة مهام، ومجموعة المهام دي لأنها تقود إلى هدف، يعني كأنه نقطة البداية كما اعتدنا دائما. ما بننساش الأبناء الأعزاء وبنات الفضليات، حلقة في ودننا، نقطة البداية دائما في كل عمل إداري هي تحديد، أيوة برافو عليك، تحديد الهدف، تحديد الهدف، تحديد النتيجة المستقبلية التي نرغب في الوصول إليها. وطبعا التحديد هنا ما بننساش الخمس شروط، سمارت، اس ام اي ار تي، خلاص احنا
حفظناهم بقينا متيمم. لكن يبقى إذن دي نقطة البداية. لما بقول بقى هناك نتيجة أريد أن أصل إليها، كيف أصل إليها؟ بقول أصل إليها من خلال مجموعة من الأنشطة، من خلال مجموعة من الأنشطة، أنشطة متكاملة متناسقة متناغمة تقود إلى النتيجة. هذه الأنشطة بجمع المتجانس منها والمتشابه منها بسميه وظيفة. يبقى ده عملية تحليل الوظيفة، أي تحليل وتحديد مجموعات الأنشطة المتكاملة المتجانسة التي تقود إلى نتيجة معينة. وبالتالي بنبدأ نعمل تخطيط لمواردنا البشرية، نضع تخطيط للموارد البشرية، احنا عاوزين موارد بشرية منين، بمواصفات ايه، بنشوف احتياجاتنا، بنشوف كمان يعني تطور في اهدافنا والتطور في اعمالنا وانعكاس ده على المورد البشري او احتياجاتنا من الموارد البشرية. بنسعى الى استقطاب كل ده بقى في اختيار التخطيط، من اين نستقطب الموارد البشرية، سواء كانت من الجامعات اذا كانوا عاملين جولد او اذا كانوا من منظمات اخرى، اذا كان مطلوب ان تتوفر فيهم خبرات معينة ومهارات معينة. يبقى ده كله بنخطط كيفية الحصول على الموارد البشرية، وازاي نعلن، وازاي نلتقي بهم، وازاي نختبرهم، وازاي ننتقي من بينهم، ثم ازاي نعينهم. لما بنعين لابد ان يكون لدينا نظام للتدريب والتوظيف ايا كان. بنبدا حتى من 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 لحظه دخول العامل الى المنظمه تبدا عمليه التدريب، عشان اعمل له اورينتيشن، اعمل له عمليه توجيه، اخليه يبقى اوير، اخليه ملم ومدرك ومتعرف على المنظمه وعلى انشطتها وعلى عملائها وعلى اسواقها وعلى الانشطه التي تسعى اليها والنتائج التي يمكن انها تحققها. بندرب وبنعمل عمليات التوظيف، يعني أن يشغل الفرد المكان الذي أو الوظيفة التي تتلائم مع قدراته ومهاراته وتأهيله، سميها الشخص المناسب في المكان المناسب. ده أيضا بيرتبط بأن احنا بنضع سلم للرواتب والأجور، قول الوظيفة دي بتحتاج قد إيه، تأهيلها إيه، وبالتالي رقم المرتب اللي بي 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 بيناسبها، طبعا على ضوء بقى عناصر من الكفاءة والعدالة والموضوعية والتناسب مع ما يجري في المنظمات المنافسة، لان انا بحاول احتفظ بالعملاء. يبقى تحديد الرواتب والاجور سواء كانت رواتب شهرية او رواتب بتبقى مرتبطة بالانتاج او رواتب بتتسم بالثبات الى غير ذلك من الايه من العناصر. ايضا نضع نظام للحوافز، تحفيز العاملين حتى يقبلوا على الأداء المرغوب أو على السلوك المرغوب، وفي نفس الوقت يحجموا عن السلوك غير المرغوب. إحنا لنا سلوك معين تقود إلى نتيجة معينة، إحنا بنحفز وبنشجع العاملين لدينا أنهم يسلكوا هذا السلوك القويم، هذا السلوك المرغوب، فتتحقق النتائج اللي إحنا بنسعى إليها. لابد هنا أن يكون هناك نوع من التحفيز بأنواعه، التحفيز المادي وأيضا التحفيز المعنوي. والقاعدة اللي اتعلمناها زمان أبنائي وبناتي إنه إيه، إنه المرء لا يحيا بالخبز وحده، العامل على حسب بقى ما احنا بنطبقش النظرية التقليدية بتاعت زمان اللي كانت بتقول إن العامل لا تحركه سوى الحوافز المادية، وإنه ما بيحبش العمل وما بيحبش المسؤولية. لا، العامل يحب العمل وعلى استعداد لتحمل قدر مناسب من المسؤولية، وفي نفس الوقت فإن الحوافز المعنوية لا تقل عن الحوافز المادية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن بين هذين النوعين. أيضا بنعمل تقويم الأداء، تقويم الأداء إن احنا نقيس مدى التقدم ومدى الإنجاز الذي يتحقق والجهود التي تبذل في هذا الصدد ومدى ملائمتها لتحقيق هذه العناصر. وبعدين تقويم الأداء بيتسم بعناصر معينة، بالموضوعية، بالعدالة، بتترتب عليه نتائج هنشوفها بعد شوية، الترقية أو الانتقال من مكان إلى مكان، وما يمكن أن يحصل عليه من حفظ، كل ده قائم على نظام تقويم الأداء. وثم تأتي بعد كده عملية الترقية والتنقل. إذن أبنائي وبناتي، إحنا في إدارة الموارد البشرية بنبدأ بتحليل الوظائف، وهنا بيبقى عندي حاجة مهمة جدا اسمها جوب ديسكريبشن كارد، اللي هو بطاقة الوصف الوظيفي. تستمر بقى معانا
وخططنا واخترنا ودربنا. كل الكلام ده بتتضمنه بطاقة الوصف الوظيفي، نظام الحوافز المعمول به، كيفية أو معايير تقييم الأداء، وآلية تقييم الأداء، ونماذج تقييم الأداء، وما يترتب على كده بقى من عمليات الترقية وعمليات التنقل. إذن ما ننساش إنه وإحنا بننشئ المشروع الخاص بنا، مشروعنا الصغير، ونحن نختار الموارد البشرية الملائمة، فإن الأمر يتطلب نظام، مسألة مخططة مش مسألة عشوائية، للتعامل مع هذا المورد البشري تحديدا واستقطابا وإدارة وتشجيعا وتنمية وتحفيزا ومكافأة وتقييما للأداء، ثم تأتي عملية الترقي وعملية الانتقال إلى الأوضاع الأفضل. ده كده أبنائي وبناتي يجب أن احنا يعني لا ننسى مثل هذا الأمر اللي يعني بنقول عليه إن هو الأمر الذي يتطلب مننا إن احنا نعمل بشكل منظم وبشكل موضوعي وبشكل سليم. بعد كده بنيجي نشوف بقى، طيب هذه الوظائف اللي احنا اتكلمنا عليهم على كم وظيفة، 1 2 3 4 5 6 7، 7 وظائف احنا اشرنا اليهم كملخص لإدارة الموارد البشرية. يمكن بقى ان احنا نقول ان السبع وظائف دول تتضمنها 3 مراحل اساسية، يمكن تلخيصها في 3 مراحل: مرحلة الاعداد للوظيفة، مرحلة الالتحاق بالوظيفة، مرحلة ما بعد التعب. في مرحلة الإعداد للوظيفة بيتطلب الأمر إنشاء الوظيفة، بيتطلب الأمر توصيف الوظيفة، بيتطلب الأمر وضع نظام للاختيار والتعيين وقواعد للأجور والعلاقة. في إنشاء الوظيفة الأمر زي ما قلت لك نقطة البداية إيه أبنائي وبناتي؟ الحالة اللي في ودننا. أيوة برافو عليك، وإنت كمان برافو عليك، ان احنا بنقول ايه؟ لابد من تحديد الهدف، ايه الاهداف التي نريد ان نصل اليها، ايه النتائج التي نريد تحققها في المستقبل، وبترجمها الى مجموعة من الانشطة. ايه الانشطة اللازمة لتحقيق هذا الهدف؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بتبدأ الامور يحصل فيها نوع من التحديد، نوع من الاثراء، فتتحدد الانشطة المطلوب ان احنا نقوم بها، نجمع الانشطة المتجانسة في شكل وظائف ونسميها بقى دي وظيفة، ونحدد المستوى بتاع، انتوا عارفين احنا عندنا مستويات ادارية العليا والوسطى والتشغيلية، وبنحط لها درجات او رنكات معينة، فبنبدأ وبعدين نحطها في شكل بطاقة وصف وظيفة. وبطاقة الوصف الوظيفي دي من أخطر ما يتضمنه نظام إدارة الموارد البشرية، هي بمثابة العقد ما بين المنظمة وما بين العاملين فيه. بتقول لي يا عبد القادر أنت ستشغل عندي وظيفة مسماها كذا في المرتبة المحددة بكذا، والمهام بتاعتك تتمثل في كذا وفي كذا وفي كذا، وأنت اخترت لأنه تتوافر فيك المهارات والقدرات والتأهيلات التالية، وسوف تحصل على المزايا والحقوق التالية. هذه البطاقة يعني للحقيقة من خبراتي في البيئة العربية، البطاقة دي كثير جدا من العاملين لا يطلعون عليها. أنا لا أدري هل هي تعتبر سر من الأسرار؟ قطعا لا، لكن ده لابد أن العامل يطلع عليها بشكل دوري. يعني إذا كنت بتفق معاه على تحديد الأهداف كل 6 أشهر يجب أن يطلع على بطاقة الوصف الوظيفي، يبقى عارف في أي نظام هو يعمل وإيه المهام المكلف بها، وبالتالي ارتباط الهدف المطلوب بأنه يحققه بالمهام المطلوبة منه. بعض العاملين لا بيكلفوني بأعمال لا تدخل في نطاق وظيفتي. طب ما الفيصل إيه؟ بطاقة الوصف الوظيفي. يبقى مسألة التوصيف دي مسألة مهمة جدا، ويجب أن يبقى لها دور، ويبقى عارف هينمى كيفية التنمية بتاعته وإيه الأدوار اللي مطلوب منه أنه هو يقومها. بعد ما حددت الوظيفة وتوصفتها أضع نظام للاختيار. طب الاختيار الأول قائم على عملية الاستقطاب، من أين سنحصل على الموارد البشرية احنا عاوزينها؟
ربما من مؤسسات التعليم المختلفة إذا كان من الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم، إذا كان تعليم فني أو تعليم جامعي أو غيره. فبنحدد نختار احنا عم محتاجين ايه الاوائل، لا محتاجين ناس يكونوا متميزين في تخصصات معينة. هذا هو اللي بنسميه نظام الاختيار، وبنعمل بقى بنقول ادي مصادر الاستقطاب وادى الشروط اللي احنا بنحطها، ثم يعني في اعلان قدام ابناء الطلاب من اخونا العزيز الاستاذ دكتور صالح الرشيد، تم تغيير موعد البث المباشر الثالث لمقرر سلوك المستهلك من يوم الخميس الموافق الرابع من شهر رجب 36 الموافق للثالث والعشرين من ابريل 2015 الى يوم الاربعاء، يعني بيسبقه بيوم اللي هو الغد باذن الله، الثالث من شهر رجب الموافق الثاني والعشرين من شهر ابريل من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة مساء. قرر سلوك المستهلك لأخونا الكريم الأستاذ الدكتور صالح الرشيد. أرجو أن يكون الإعلان واضح أبناء وبنات. بنكمل بقى مع بعض. طب نظام الاختيار ونظام الاستقطاب والمصادر وإزاي سنعلن لهم، وربما يكون نظام الاستقطاب من الداخل، بس أنا بخليكم بتكلم على مشروع صغير لسه، فما فيش عندنا عاملين من الداخل، لكن ممكن في بعض الأحيان قد يكون. طيب بنيجي بقى عملية التعيين، ازاي يقدم طلب، ايه المؤهلات اللي تبقى او الوثائق او المستندات اللي يقدمها معاه، كيف يتم فحص هذه المستندات والطلبات، كيف يتم اجراء الاختبار عشان نميز بين المتقدمين او المرشحين، وبعدين اجراء المقابلات معهم للانتقاء من بينهم، وبعدين تصدر اجراءات التعيين، ودي لها اجراءات بقى محددة، وهل هو من اول لحظة، طيب بيبقى فترة اختباره قد ايه، يعني كلها عناصر، وبيوجه فين، ولابد هنا انه يرتبط لما عينه لابد ان انا اعمل له تدريب، والتدريب التمهيدي يعني بيكون يبقى عنده awareness، يبقى عنده معلومات عن المؤسسة اللي بيعمل فيها واتجاهاتها ووظائفها وانشطتها. واضح امامكم ابنائي اخونا العزيز دكتور معاذ حريص ان هو يعني يوضح لحضراتكم البيانات اللي موجودة عندنا هنا ايه، فيذكركم او يعني وكالة الكلية للتعليم عن بعد بيذكركم ان الاختبارات النهائية ستبدأ يوم الاحد 21 رجب، يوم الاحد 21 رجب الموافق 10 مايو 2015. الجدول معلن على بوابة التعليم عن بعد والرابط بتاعها موجود. إذا كان هناك أي طالب عنده تعارض في الاختبارات النهائية عليه فورا تعبئة نموذج التعارض اللي موجود على الموقع، الرابط قدام حضراتكم اهو. واضح أبنائي وبناتي؟ مهم جدا هذه الملاحظات. الحقيقة بنشكر زميلنا الفاضل الدكتور معاذ على اهتمامه، وأرجو أن الناس تبقى واعية لهذه الأمور. بعض الأبناء من الطلبة والطالبات أرسلوا لي مشاكل واجهتهم عندنا، جالي اتنين من الطلاب في او ثلاثة، في حد بيتكلم على ان المحاضرة ان هي مش ظاهرة مكان ايه والكلام ده كله، انا احلته للدكتور معاذ واعتقد انه حلها. وفي جالي من طالبين، طالب بيقول انه لما نزل له السؤال الثالث او الاختبار الثالث فكانت الدرجة بدل ما تترسل درجتين ونص مرسولة 12 درجة ونص، برضو احلناها للدكتور معاذ واظنه حلها. وطالبة ارسلت لي بالامس انه في مشكلة في الدرجات بالنسبة لها، يبدو ما بتتصححش، ما بيظهرش درجات. ايضا احلت الموضوع لزميلي الفاضل الدكتور معاذ، وان شاء الله لو في اي مشاكل هو يعني الحقيقة متعاون الى اقصى درجة وبيحل لنا المشاكل بتاعتنا بشكل سريع. نعود بقى الى كلامنا هنا، مسألة التعيين والتدريب فيها، وبعدين بقى هيكل الاجور اللي موجود اللي بيتناسب مع العمل وبيتناسب مع المؤهل وبيتناسب مع القدرات والمهارات، وبيبقى قابل يعني له حد ادنى وله حد اقصى، وازاي انك انت بتتطور من فتره الى فتره وبتحصل على العلاوات الدوريه وغيرها، واخيرا بتنشا بقى عمليه الايه العلاقات العمل اللي بتنشا ما بين المنظمه والعاملين فيها على حسب طبعا الايه مجالات العمل او مجالات التوظف اللي مطلوب. لما بنلتحق بالوظيفه، حين يلتحق الموظف بالوظيفة
برضو زي ما انتم شايفين كده اعلان اخر اهو انه بنأمل من جميع طلاب التعليم عن بعد في كافة المستويات المشاركة الفاعلة في التقييم الالكتروني، علما بان التقييم الالكتروني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 35-36 سيبدأ بمشيئة الله يوم الاثنين الموافق 20 ابريل لمدة شهر كامل، اللي هو يعني من يوم 1 رجب 1436 ولمدة شهر كامل. بيدعوكم جميعا لجربة المشاركة الفاعلة في عملية التقييم من خلال الموقع الإلكتروني اللي موجود، علما هنا بقى الايه الكلام اللي زعل الدكتور معاذ، علما بانه سيتم حجب نظام البيبول سوفت عن اي طالب او طالبة لم ينهي عملية التقييم، اي انه لن يتمكن من الحصول على درجاته النهائية في حال عدم اجراء التقييم. فطبعا ابنائي وبناتي انتوا عارفين دي مسألة مهمة جدا في تطوير يعني اعمالنا وتطوير برامجنا وتطوير انشطتنا، فمن فضلكم تحرصوا على هذا الامر. شكرا ابنائي وبناتي، شكرا دكتور معاذ. مرحلة الالتحاق بقى بالوظيفة، يعني هنا بيلتحق بالوظيفة حتى نهاية العمل، يعني هل هي وظيفة دائمة ولا وظيفة مؤقتة، هو بيشغلها الى ان ينتهي العمل بها. اذا كانت وظيفة دائمة فهي متكررة، واذا كانت وظيفة مؤقتة يبقى هي لفترة معينة بينجز خلالها هدف معين او اعباء معينة وبينتهي دوره، لكن في جميع الاحوال هو بيلتحق بالوظيفة على حسب الاختيار اللي احنا اعددناه في هذا الغرض. ما بعد التقاعد يبقى اذا بقى حياة الموظف مرتبطة بالمعاشات والتأمينات وكل ما يضمن استقرار الموظف. يعني اذا العلاقة بيني وبين المنظمة بتبدأ قبل، تستمر اثناء، ثم مرحلة ما بعد. ولاحظوا بقى ابنائي وبناتي كم مرحلة، قلنا ثلاث مراحل: الاعداد للوظيفة بما يتضمنه ذلك من اختيار وتأهيل وتدريب وترقية والى اخره، وبعدين عملية الالتحاق بالوظيفة للفترة بقى اللي انا هستمر فيها الى 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 ان ابلغ السن القانونية، فتبقى دي مرحلة سن المعاش. وهنا ايضا لانه على مدار العلاقة التعاقدية بيني وبين المنظمة في نظام معمول للتأمينات وللمعاشات والتأمين الصحي والرعاية الصحية اللي بيضمن لي حياة مستقرة ما بعد انتهاء علاقتي الوظيفية بالمنظمة، يعني ما بعد انتهاء دوري الوظيفي لا تنتهي علاقتي بالمنظمة لانه انا موظف بالمعاش او احصل على معاش من المنظمة. نيجي بقى نتكلم على قضية مهمة جدا اللي هي تخطيط الموارد البشرية. تخطيط الموارد البشرية حتى يصبح لدينا فريق عمل، أكرر تاني، فريق عمل، فريق عمل يعني متكامل، يعني متوافق، يعني متجانس، يعني متعاون، بيسعى كله من أجل هدف مشترك يقوم الأداء فيه على الإخلاص وعلى التضحية وعلى الأداء الجاد من أجل تحقيق مصلحة المنظمة. ونخلي بالنا إن لابد نعي إن تحقيق مصالحنا الذاتية رهن بتحقق مصالح المنظمة. تحقيق أهداف الذاتية أو إنجاز أهداف الذاتية رهن بإنجاز أهداف المنظمة. وعشان كده لما بنيجي نكون فريق العمل فإننا بنحدد احتياجات المنشأة. شوف المسألة دايما افتكر هدف يعني نتيجة مطلوب الوصول إليها، بترجمها إلى أنشطة متجانسة أجمعها مع بعض تقوم تمثل وظائف. يبقى بحدد الأول الاحتياجات المنشأة من الموارد البشرية كما ونوعا، محتاج قد إيه بكالوريوس إدارة، محتاج قد إيه بكالوريوس تسويق، محتاج قد إيه مهندس، محتاج يعني دائرة الكم والنوع. النوع بقى المسوق، المحاسب، الإداري، المهندس. وبعدين كمان بقول محتاج مثلا خمس مسوقين، محتاج محاسب، محتاج ثلاثة مهندسين، يعني ايه ده العملية الكمية. يبقى تحديد احتياجات المنشأة. وهذا الامر ابنائي وبناتي افتكروا دايما، قلت لكم ان احنا في مجال ريادة الاعمال لا نتحرك عشوائيا ولا نتحرك اعتباطا، ولكن نتحرك وفق منهج. عندنا هدف بنترجمه لأنشطة، الأنشطة بنجمعها بشكل متجانس تقوم تؤدي إلى تحقيق إلى تحقيق مجموعة من الوظائف. بترجمها بقى هنا، وبالتالي بحدد احتياجاتي كما ونوعا، وأقول الوظائف التي يشغلونها والمؤهلات المطلوبة.
عملية التأهيل. التأهيل ده قد يشمل الشهادة التعليمية، ويشمل أيضا الخبرة إذا كان مطلوب خبرة، ويشمل أيضا المهارات التي اكتسبها ربما من خلال التدريب أو الممارسة أو غيره. يعني عملية التأهيل هنا بتبقى عملية متكاملة. إذن نحن نخطط لتكوين فريق العمل بشكل كمي ونوعي وبشكل وظيفي من خلال الاحتياجات التي نسعى إليها. على هذا الأساس أنا أستطيع أن أقول لحضراتكم أنه عملية تخطيط الموارد البشرية تمر بكم خطوة. قدام مننا هو، قدام مننا هو، زي ما انتم شايفين كده. برافو عليك ابنتي العزيز. ايوه قالت لي 5 خطوات. واضح قدام مننا. الخطوة الاولى هي دراسة الاهداف، وهذا هو الامر المنطقي. الم اقل لكم مرارا وتكرارا الخطوة الاولى ابنائي وبناتي ان احنا نحدد الايه، ان احنا نحدد الاهداف. هذا هو الاساس في البداية، ان احنا نحدد الاهداف، النتيجة التي نسعى اليها مستقبلا، النتيجة التي نسعى اليها مستقبلا. هي دي بقى اللي بنحددها اولا، نعرف احنا عاوزين نروح فين. الاهداف دي يا اولاد هي المرشد، هي الدليل الذي يقودنا الى التحرك نحو يعني الى المستقبل، الى النتائج التي نسعى اليها في المستقبل. طيب بمعنى يعني ايه بمعنى اهداف التنظيم دي؟ يعني كل النتائج التي يريد ان يصل اليها، حيث الانتاج، من حيث التسويق، حيث الايرادات، حيث الارباح، كل دي اهداف بالنسبه للتنظيم. وبالتالي بنقدر نقدر بقى نعمل تقدير الطلب. طلب هنا بتكلم على موارد البشريه، يبقى بقدر الطلب على احتياجاتي من الموارد البشريه. يعني احتياجاتي انا محتاج، لسه بقول لكم كما ونوعا، من كل تخصص محتاج كام واحد، محتاج من المهندسين قد ايه، من المسوقين قد ايه، من المحاسبين قد ايه، من الماليين قد ايه، وهكذا، من العماله العاديه قد ايه، من العماله الدائمه قد ايه، من العماله. ما انتوا فاكرين لما كنا بنحدد الاحتياجات بتاعتنا ابنائي وبناتي، وكنا بنقول هناك ما قبل التشغيل اللي هي في مرحله التاسيس، وهناك ما بعد التشغيل اللي بنيجي بقى عمليه التشغيل ايه اللي بيتم فيه. فهنا احنا بنقدر طلباتنا كما ونوعا، ونقدر العرض. ايه بقى اللي معروض؟ ايه المتاح؟ انتوا عارفين ابنائي وبناتي، واحنا عندنا مثلا السوق السعوديه والسوق الخليجيه بتعتبر من الاسواق اللي بتستورد عماله، مش كل المتخصصات موجوده عندنا، وده في كثير من دول العالم كده. في بعض التخصصات كانوا من فتره قريبه طلبتني الاذاعه الالمانيه، الاذاعه العربيه في البرنامج العربي في الاذاعه الالمانيه، وبيناقشوا معايا قضيه مهمه. ايه القضيه اللي بيقولوا اللي يعني ابتداء من سنة 2050 السوق الأوروبية والدول الأوروبية تحتاج حجم كبير من العمالة بمواصفات طبعا السوق الأوروبية. يقدر الرقم، هيتصاعد الرقم إلى أن يصل إلى ما يزيد عن 35 مليون وظيفة ابتداء من سنة 2050. فهم كانوا بيناقشوا معايا ازاي المنطقة العربية تستطيع انها تساهم في توفير احتياجات السوق الاوروبية. وهنا بيطرح بقى علينا ابنائي وبناتي، يعني هنا يعني اللي بيسموه الموظف الدولي الكوزموبوليتان امبلويي، كوزموبوليتان امبلويي، او بيسميه ال يعني العالمي الانترناشونال او الجلوبال امبلوي. ايه المواصفات بتاعته؟ وهل المنطقه العربيه تقدر توفر او توفرش؟ هنا بقى خلي بالكم، انا قدرت الطلب، فهم اهو بيقولوا احنا هيبقى عندنا طلب محتاجين في حدود 35 مليون وظيفه، اللي هم دخلوا هنا في تحديد الفقد والعجز. هم درسوا الطلب بتاعهم قد ايه وقدروا العرض. اسف دي تقدير العرض مش تقدير الطلب، دي بتعتبر تقدير العرض وليس تقدير الطلب. يبقى شاف الطلب وشاف العرض، وبالتالي حدد الفائض او العجز. طبعا لو انه الفائض يعني العرض من العماله يزيد عن الطلب على العماله، يبقى احنا ازاء ظاهره ايه يا اولاد؟ ها شغلوا مخكم معايا، انا عندي ناس كتير يمكن ان تعمل بينما حجم الوظائف اقل. ايوه برافو عليكم، يبقى عندي بطاله
يعني رسميا دلوقتي بتقدر بحوالي 11 او 12%، يعني بمعنى انه حجم الوظائف يقل عن حجم العماله اللي موجوده بحوالي 11 او 12%. هنا بقى يجي السؤال، كيف سنواجه الفائض او العجز؟ كيف سنواجه؟ وانتم طبعا عارفين ابنائي وبناتي، انا بشكل عام كده على مستوى المملكه، عمليه التوطين السعوده والتقسيم بقى الى النطاقات، ونقسم المؤسسات بحيث ان عمليه السعوده واتاحه فرص العمل للعماله الوطنيه. طب انا على مستوى المشروع بتاعي قدرت الطلب كما ونوعا، طب المعروض ايه؟ اقدر الاقي فين؟ في الجامعات، اقدر اللي هو بقى بمواصفات معينه، لانه انا بشوف بقى كل المشروعات الصغيره اللي بتحتاج مهندسين او بتحتاج مسوقين، طب الجامعات بتخرج قد ايه من المهندسين او المسوقين؟ وبالتالي انا المزايا اللي اقدر اعملها قد ايه؟ لانه لو في ندره في تخصص معين لابد ان انا اقدم له ميزه بحيث ان انا استقطبه، لان انا في منافسه مع غيري من المشاريع. يبقى ده اللي انا بسميه اذا كان هناك فائض او عجز. يعني اذا الفائض اذا كان المعروض من الـ من الـ إذا كان المعروض من العمل يزيد عن الطلب بتاعي، يبقى أنا في كده بالنسبة لي فائض. أنا بعكس، أنا بقول بالنسبة من وجهة نظري كمشروع، أنا محتاج مهندس لكن متاح لدي 5 مهندسين، يبقى في فائض. لكن العكس، لو أنا محتاج 5 مهندسين ولا يوجد غير مهندس واحد، يبقى في عجز. يبقى في هذه الحالة كيف سنواجه بقى الفائض والعجز؟ طب إذا كان أنا عندي عجز في بعض التخصصات وأحتاج إلى إن أنا استقطبها من خارج المملكه، طبعا دي لها اجراءات، يعني لابد ان انا ابقى عارف اجراءاتها ايه وتراخيصها ايه والشروط بتاعتها ايه والاليات بتاعتها. المساله كده مش بالبساطه. يبقى اذا وانا اخطط الموارد البشريه لابد ان انا الم المام كامل باحتياجاتي، لابد ان انا اقدر الطلب بتاعي تقديرا كميا ونوعيا، ثم اتعامل بقى مع الفائض او العجز اذا كان مطلوب، واشوف ايه الاستراتيجيات على ضوء الضوابط اللي بتحددها البيئة السعودية. تعالوا مع بعض نشوف ايه اهداف التنظيم. التعرف بداية على الاعتبارات التي تؤثر على تقدير الاحتياجات من القوى العاملة المطلوبة. وده يتطلب ابناء وبنات، انا مشروع ايه؟ خدمي ولا انتاجي؟ طب انا البرودكت بتاعي، المنتج بتاعي ايه؟ طب موجه لمين؟ طب يقدر حجم الطلب بتاعي خلال الفترة القادمة بقد ايه؟ وبالتالي هتعامل معاه ازاي؟ محتاج بقى كم حجم العمالة؟ وانا يعني قبل ان انهي المحاضرة هقول لكم رقميا ازاي احدد حجم العمالة، عدد ايام العمل والطاقة اللي مطلوبة مني، وبالتالي يقول انا مطلوب مني كم عامل يؤدوا العمل. يبقى اهداف التنظيم اللي هي الاعتبارات المؤثرة على تقدير الاحتياجات من القوى العاملة المطلوبة، وهنا دي مقصود بها اهداف التنظيم، اي النتائج اللي تسعى المنظمة او يسعى المشروع الى تحقيقها. لما اجي اقدر الطلب، اي نوعيه ومواصفات، بحدد بقى النوعيه. انا احتاج مثلا عماله من الذكور، الوظائف اللي عندي تحتاج الى عماله من الذكور او عماله من الاناث او عماله من الجنسين. طيب بمواصفات ايه؟ مثلا انتوا عارفين مثلا واحنا بنحدد بنقول الشروط الصحيه كذا وكذا، ولكن النظم بتتكلم ايضا عن ذوي الاحتياجات الخاصه، لابد ان يتاح لدي بعض الوظائف اللي بتبقى تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصه. يبقى انا حددت النوعيه وعمليات التاهيل، والتاهيل هنا بينصرف الى الجزء التعليمي وينصرف ايضا الى الجزء المهاري والقدرات اللي بتبقى متوفره لدى الشخص. يبقى ده النوعيه والمواصفات، بتتكلم على الخصائص، بتتكلم على عملية التعليم، بتتكلم على المهارات، بتتكلم على القدرات، بتتكلم على المواصفات البدنية، بتتكلم أيضا أخذة بعين الاعتبار الأنظمة بتفرض علينا إيه فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. أترجم بقى هذه النوعية إلى حجم عدد الأفراد، محتاج بقى في كل تخصص كم فرد، ثم يأتي الدور علينا لاختيار الفرد المناسب حتى يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. الشخص المناسب بقى من حيث النوعية، من حيث المواصفات، من حيث الإمكانية القدرة. يعني كمان أنا عاوز أقول لحضراتكم إيه، مش بالضرورة أن أنا أحصل على واحد مهارته مثلا تفوق المهارات اللي مطلوبة عندي، لأن إما يبقى طاقة عاطلة، إما يكلفني تكلفة غير مبررة كده. يعني نحن نختار دائما شو الفرد المناسب وليس الفرد الأمثل.
الفرد المناسب يعني اللي مستوى تأهيله وخبراته وقدراته ومهاراته تتناسب مع طبيعة الأهداف وطبيعة الوظائف اللي موجودة عندنا. يبقى لاحظوا أبنائي وبناتي، أنا حددت أهداف التنظيم، قدرت الطلب كما ونوعا، أخش بقى على التنبؤ بالعرض. في إحصائيات كتير، فيه يعني على الأقل من أشهر المواقع الإلكترونية اللي موجودة عندنا بيت.com اللي بيتكلم على العناصر الوظائف المطلوبة والعرض اللي يتوفر من خلال الخريجين من الجامعات أو مؤسسات التعليم أو غيرها. عندنا أيضا الإحصاءات اللي بتنشرها الغرف التجارية، عندنا الإحصاءات وهيكل العمل اللي بيصدره سواء ديوان الخدمة المدنية أو وزارة العمل أو غيرها. كل ده بيساعدنا على إن احنا إيه عاوزين نتنبأ بالعرض، يعني من المهندسين نتوقع يبقى متاح لدينا قد إيه، من المسوقين، من المحاسبين إلى غير ذلك. يبقى إذا أنا بدرس هنا عوامل البيئة الخارجية وتأثيرها. احنا ما يعني عاوز أديكم من خبرتي مثلا في مصر، بعض الوظائف يبقى فيه خريجين لكن لا يقبلوا العمل. عندنا بالنسبة لنا مثلا في بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، الخريج لما يقارن ما بين وظيفة عضو هيئة التدريس وفي بعض الوظائف الأخرى في المجتمع فإنه يفضل أن يلتحق بالوظيفة. إذا أنا بالنسبة لي وأنا بدرس العرض الذي يتناسب مع احتياجاتي من أعضاء هيئة التدريس، أنا بدي بس مثال كده، يوم يتضح أن هيبقى عندي عكس، أن عندي حجم من الوظائف لكن ما عنديش عرض من طالبي هذا التوظيف. ايضا هنا وانا بدرس بقى عوامل البيئه الخارجيه، يعني اديكم على سبيل المثال، احنا بنعاني لما نيجي نقول نحن نريد نشكل قوه بيعيه، يقول لك يا مندوب بيع، ومتصورين طبعا ان مندوب البيع ده عن واحد شايل شنطه فيها بضاعه وماشي تصور. فهنا ده عنصر من عوامل الثقافه الخارجيه، البيئه بقى بتقول ايه، بتقول هذه الوظيفه مقبوله او غير مقبوله، فده تأثيرها. وبالتالي نجد ان العناصر التي تقبل على هذا العمل تبقى محدودة. ايضا هنا بنتكلم على هيكل العمالة الحالية. هيكل العمالة الحالية خلي بالكم مؤهلاتها، قدراتها، فرصها في الاستمرار. ربما احنا خلاص بحكم الوصول الى سن التقاعد فينا، فاذا العمالة الحالية دي بشوف إن بالنسبة لنا، وهل من الممكن ان بعضها ينتقل يشغل وظيفة مطلوبة؟ فئات العمر المختلفة اللي احنا بنسعى اليها، لان كل فئة عمرية ها تتناول ايضا هيبقى مرتبط بيها المهارات ومرتبط بيها القدرات ومرتبط بيها سنوات العطاء المتاحة والقدرة على الانجاز، واذا كنا محتاجين في وظيفة اشرافية ولا في وظيفة انتاجية واللياقة البدنية وغيرها. ايضا هنا بنشوف بقى سياسات الترقية، من الذي يمكن ان يترقى فيشغل وظيفة، وهيكل التنميه الاداريه عن طريق الكارير مانجمنت، ان احنا بندير المستقبل الوظيفي بالنسبه للعامل. ايضا بنهتم جدا بظواهر الغياب، التغيب، سواء بسبب بقى التمارض او التكاسل عن العمل او يعني البيئه هنا طارده، وبالتالي باجي احلل معدل الدوران، ليه الناس بتترك العمل عندنا. وفي كل الوظائف احنا بنعمل تحليل سنوي لمعدلات الدوران، كم واحد كانوا بيشتغلوا عندي، كم واحد ترك الخدمة، ترك الخدمة بعد كم سنة، طب اسباب ترك الخدمة ايه، دي كلها بتحدد معدلات الدوران حتى نتعرف هل نحن بيئة عمل جاذبة ام اننا بيئة عمل طاردة. بتحدد بقى الفائض او العجز من العمالة، اللي هو الفائض او العجز الكمي والفائض او العجز النوعي. يعني انا ناقصني 100 عامل، توزيعتهم ايه، منهم كم مهندس، منهم كم مسوق، منهم كم محاسب، يبقى ده الفائض او العجز النوعي. طبعا ممكن يعني ينقصني او احتاج، او انه لدي فائض من ده، بيمثل العماله المطلوبه اللي هو ده الطلب بالعماله المتاحه، يعني مقارنه العماله المطلوبه بالعماله المتاحه اللي هو الطلب بالعرض. كيفيه مواجهه الفائض او العجز بقى، اذا الفائض اذا كنا بصدد ندره يعني، فنضطر نعمل إعادة تدريب أو تأهيل للعاملين، تدريب التحويلي، يعني ممكن يكون هو مؤهل لوظيفة معينة لكنني أكسبه بعض المهارات من خلال التدريب فأجعله مؤهل لوظيفة أخرى.
أما إذا كنا بصدد الوفرة هنا بقى الفائض فيمكن تبني سياسة الاستغناء. وإذا بيتم سياسة الاستغناء ممكن جدا إن إحنا نقول بنشجع على المعاش المبكر، يعني يترك الوظيفة مقابل الحصول على مجموعة من الميزات بتجعل حياته بعد كده أنها حياة مستقرة، ولكن إحنا في نفس الوقت ما بيبقاش عندنا بطالة مقنعة، لأنه من أسف أنه هيكل العمالة في كثير من الدول العربية أحيانا بنصل أنه متضخم بثمن أضعاف يعني الوظيفة التي يجب أن يؤديها موظف واحد، بنجد أنهم معين لها 2 و3 و4 إلى 8 الى 8 بيقوموا. فطبعا ده معناه ان الانتاجيه لما يكونوا 8 يبقى انتاجيه الفرد التمن يعني ايه تقريبا ايه يمكن 15% ولا 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 اقل من كده يعني. العجز بقى اذا كنا احنا كنا بنشوف هنا الفائض اهو، قلنا طب بالنسبه للعجز كان بسبب الوفره يبقى بنختار معايير اختيار متشدده، بسبب الندره تنشيط الاستقطاب، التساهل في معايير الاختيار، رفع مستوى الاجور، تكثيف الايه التدريب. يبقى اذا احنا بيبقى عندنا استراتيجيات او سياسات يمكن ان تواجه العجز في حالتي الندره او الايه الوفره. كيف تدير وتستثمر الموارد؟ لما بيقابلنا الشكل ده ابنائي وبناتي الجداول دي مالكوش علاقه بيها، الجداول دي مالناش علاقه بيها. كيف تدير وتستثمر الموارد البشريه في المشروع؟ خلاص اصبح عندي مورد بشري، استثمار واحد من اهم الاصول اللي موجوده في المنظمه. اول حاجه زي ما قلنا بنحلل الوظائف، دايما عندنا على تحليل الوظائف، وتحليل الوظائف يجب ان يكون عمليه دائمه عشان نواكب المتغيرات التي تحدث في بيئه الاعمال، ونتابع ونشوف ايه افضل الاساليب التي تمكننا من يعني تحديد الانشطه ايه، الوظائف ايه، التغيرات ايه. اديكوا على سبيل المثال، ارجع لمثال فريق البيع اللي كنا بنتكلم عليه، فريق البيع اللي كنا بنتكلم عليه لو احنا بنتكلم على فريق عمل بيع مباشر، طب النهارده عندنا تجاره بلا متاجر، تجاره بلا متاجر، عندنا عمليات تجزئه بلا متاجر. يعني عاوز اقول لكم على 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 طرفه كده، اللي احنا بنعمله انا وانتم دلوقتي اهي دي تجاره تجزئه بلا متجر. هاي ما احنا تجاره التجزئه يعني ايه ابنائي وبناتي؟ ان انا بقدم منتج للمستهلك النهائي. حضراتكم المستهلك النهائي يعني انتم مش تاخدوا المحاضره بتاعتي تروحوا تبيعوها لغيري، او تبيعوها لحد تاني غيركم، او تقدموها لحد تاني غيركم، انتم بتستفيدوا منها. هل هذا الامر بيتطلب انكم تقولي في مكان معين؟ ابدا، كل واحد من حضراتكم موجود في بيته وانا اتعامل معاه من موقع معين من خلال الانترنت. ويسوها بقى في اشياء كتيره جدا، استطيع ان احصل على خدمه، استطيع ان احصل على سلعه، استطيع ان احصل على فكره عبر الانترنت، يبقى مش محتاجين متجر. عشان كده هم بداوا في التسويق استخدموا مصطلح ماركت سبيس نوت ماركت بليس. فعاوز اقول طب هنا بقى انعكاس ده بقى علينا ايه في الوظائف؟ لما باجي اختار عضو هيئة التدريس، طب لدينا عضو هيئة التدريس لا يستطيع التعامل مع التقنيات، تقنيات التدريس، يبقى يصلح؟ ما يصلحش الا اذا اعدنا تطويره. بحتاج الى مسوق، والمسوق ده النهارده في ظل التسويق الالكتروني وفي ظل النقود الالكترونيه وفي ظل مواقع التجاره الالكترونيه، يبقى لابد ان احنا نعلم ان هناك تسويق بغير متاجر، وتسويق يتم عبر وسائل الشبكه العنكبوتيه. اليس في هذا تاثير على الوظائف بتاعتي؟ مش لازم انا اطور اذا توصيفي وتحليلي للوظائف المختلفه اللي بنقوم بيها؟ وبعد كده بنبدا نحدد الحجم والنوع من الموارد البشريه على حسب بقى الوظيفه. يعني انا باجي اقول مسوق، طب مسوق في ايه؟ المسوق ده في وظائف كتيره جدا للمسوقين. هل هو مدير علامه تجاريه، مسؤول عن منتج معين، مسؤول عن توزيع معين، بيتولى استراتيجيه المنتج، استراتيجيه التسعير، التعامل مع الوسطاء والموزعين، كل دي عناصر. يبقى بحدد النوع واحدد الحجم، محتاج في كل تخصص كم قد ايه. وبعدين اختيار الموظف المناسب، لان احنا بقى عملنا عمليه استقطاب، والاستقطاب جعلت مجموعه من الاشخاص الراغبين
والقادرين والمؤهلين بيتقدموا لي، ففي هذه الحالة ببدأ أتعامل معهم وأبدأ أعمل لهم عملية تقييم وأعمل لهم عمليات اختبار لأنتقي المناسب منهم. لاحظوا اختيار الموظف المناسب وليس الأمثل، اختيار الموظف الأنسب وليس الأمثل. هجيبها في الامتحان وهتغلطه، ها هملص ودانك. افتكر انا بقول اختيار الموظف الانسب، الانسب ليه؟ اللي هو التاهيل وقدراته تتناسب مع الوظيفه. ممكن هذا التاهيل والقدرات لا يتناسب غدا لما غيرت في نوعيه الوظيفه، فانا بختار في ظل قيود معينه في ظل اشتراطات معينه. عشان كده اقول الانسب وليس الامثل. امثل يعني ايه؟ اقول لو قلت موظف امثل يعني ده يصلح للوظيفه في اي مكان وفي اي زمان. طبعا ده ما عندناش سوبر مان بالشكل ده، لكن اذا تغيرت هو لابد ايضا تتغير المؤهلات بتاعته وتتغير القدرات بتاعته وعمليه التدريب، والا لا يصلح. يبقى احنا بنختار الموظف الانسب في ظل ظروف وقيود معينه. تحليل الوظائف يعني بنحدد الاهداف والواجبات والمسؤوليات المرتبطه بالانشطه. على ضوء هذا الكلام نقول طب اذا ما هي الصفات؟ عاوزين لياقه بدنيه قد ايه؟ عاوزين البصر بتاعه يبقى قوته كام؟ يعني واخدين بال حضراتكم، يبقى في مواصفات جسمانيه وبعدين عمليات التاهيل. يعني هل اكون محتاج طبيب اقوم اقول لو واحد معاه بكالوريوس هندسه ينفع؟ بكالوريوس تسويق ينفع؟ لا، كل حاجه لابد لها من التاهيل المناسب. ثم بنحتاج انه يكون مارس العمل او عنده مهاره معينه. واحد يقول لي يلا ما انا لسه خريج الجامعه، طب ما انا عشان كده بدي لك التدريب الميداني. هذا بيعمل لك نوع من ايه؟ اكساب المهاره وحساسيه التعامل مع السوق، بسميها المهارات والخبره. وبعدين باجي بقى بعمل ماتشنج، بعمل موائمه ما بين متطلبات الوظيفه وما بين خصائص الفرد. يعني اقول الوظيفه دي بتتطلب مؤهل كذا، بتتطلب لياقه بدنيه مستوى كذا، بتتطلب مثلا مستوى نظر كذا، بتتطلب قدره على يعني احيانا الهوايات بتفيدني لانها تتناسب مع متطلبات الوظيفه، وبالتالي بعمل موائمه ما بين خصائص الفرد، لياقته، مستواه، تاهيله، الدورات التدريبيه اللي تلقاها، المواصفات الشخصيه، قادر على التعامل، لا انطوائي. يعني هقول لحضراتكم على حاجه، بكون واحد انطوائي وانا عندي وظيفه محاسب وعندي وظيفه مسوق وانا من اختباراتي لو تبين ان هو انطوائي ما بيحبش يعمل صداقات، يبقى ده ينفع محاسب ما ينفعش يبقى مسوق، والعكس بالعكس. وبعدين بيجي بقى عندي بطاقة الوصف الوظيفي، ودي بقول بطاقة مهمة جدا لان دي بمثابة التعاقد او صيغة العقد اللي بين المنظمة وبين شغل الوظيفة. تقول له انت وضعك كذا، تتبع كذا، مواصفاتك كذا، يجب ان تكون مؤهل بكذا، المهام بتاعتك 1 2 3 4 الى نون، اي يعني عدد من المؤهلات. وفي نفس الوقت بنقول له والله وانت ستتقاضى المزايا التالية، والرانك بتاعك والكارير بتاعك بيتسم بما يلي. يبقى اذا عمليه ايه؟ بتوضح الجزء المتطلب وبتوضح الجزء الايه؟ المستقبلي بالنسبه للوظائف المحدده. يبقى عمليه تحليل الوظائف زي ما احنا شفنا ايه؟ بنحدد الاهداف والواجبات والمسؤوليات، نحدد الصفات والمؤهلات، نعمل الماتشنج، الموائمه ما بين متطلبات الوظيفه وخصائص الفرد، ثم ننتهي الى بطاقه الوصف الوظيفي. اي زي ما انتم شايفين فيها معلومات عامه، فيها هدف الوظيفة ايه، علاقات الوظيفة ايه، المهام، علاقتي بمن يعلوني ومن يليني ومن معايا في نفس المستوى الأفق. وبعدين ايه المهام والواجبات وشروط شغل الوظيفة، ايضا مؤشرات قياس الاداء اللي بنسميها KPIs اللي هي Key Performance Indicators. يبقى KPIs طبعا الجمع هنا Indicators، يبقى KPIs او كي بيرفورمانس انديكيتورز. ده بيبقى محدد عشان اقول لك والله انا بقيس ادائك على كذا، عشان اديك حافز يبقى لابد ان انت بتنجز كذا وكذا، انت تستحق الراتب او تستحق ال 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 الاجازه مثلا السنويه اذا عملت كذا تستحق. يعني كل هذه الامور بتحتاج لمؤشرات معينه، عشان كده ده بنسميها مؤشرات الاداء الرئيسيه. تحديد حجم ونوع الموارد البشرية من خلال ايه؟ الانشطة اللي موجودة، الوظائف بنجمعها زي ما قلت لكم لانشطة رئيسية، نقول بقى عدد الموظفين اللي بيحتاج لهم المشروع، ونحدد بقى العدد اللي احنا بنحتاجه للمشروع بتاعنا. عملية متسلسلة، انشطة تترجم الى وظائف، من يشغلها،
وبالتالي الكم اللي بيشغل على حسب عدد الوظائف. عندنا بقى الوظائف اهم حاجه، عندنا التسويق والمبيعات، عندنا الانتاج، الشؤون الماليه، الشؤون الاداريه اللي هي الخدمات المسانده، مشتريات المستودعات، الموارد البشريه. انا بس باي زاويه ابنائي بشوف هنا التسويق والمبيعات دي وظائف تسويقيه، المشتريات والمستودعات دي وظائف تسويقيه، يعني من بين الاثنين اربعه سته ست مجالات للتسويق، مجالات التوظف منهم التلت كحد ادنى بتعتبر ايه وظائف تسويقيه. ليه؟ عشان الناس تبقى عارفه الكارير رايح على فين. شوفوا زي ما احنا هنا التقاطع ما بين ماركتنج افينيو واستراتيجي ستريت. الوظائف التي نحتاجها في الانشطه عندنا مدير مشروع، مسؤول موارد بشريه وشؤون اداريه، مدير انتاج، مدير تسويق، مسؤول حسابات، مندوب مبيعات او يعني بيسموه الاوفيسر يعني سيلز اوفيسر، عامل انتاج، سكرتير، محاسب، عامل نظافه خدمات. دي انشطه متعدده بنحتاجها داخل المنظمه او وظائف متعدده بنحتاجها داخل المنظمه. عشان نحدد عدد الموظفين ده مرتبط بعدد الوظائف، ولازم يبقى عندنا حد ادنى لعدد الموظفين بحيث قد يشغل الوظيفه اكثر من موظف اذا كان في تعدد. عشان نحدد عدد الموظفين فان الامر بيحتاج عدد ساعات عمل وحجم العمل المتاح لدينا. هذا الامر بتؤثر فيه عدد ورديات العمل يوميا. اليوم 24 ساعه بشتغل ورديه، يعني 8 ساعات ولا ورديتين ولا ثلاثه. عدد الوظائف واداء الموظف وحجم العمل او عدد ايام العمل المتوقعه، عدد ايام العمل المتوقعه. تعالوا نشوف المثال ده، احتساب عدد العمال وعبء العمل. احنا عندنا عدد ايام السنه 364 يوم او 365 يوم، نطرح منها 52 يوم اللي هم ايام الجمعه، ونطرح منها ايام العطل الرسميه الاعياد وغيرها 12 يوم، ونطرح منها 20 يوم اللي هو الاجازه السنويه للعامل، و14 يوم ايام الاجازه المرضيه المتوقعه. يبقى 52 زائد 12 زائد 20 زائد 14 اجماليهم وروح طرحه من 364، يبقى الناتج عندي 266 يوم عمل فعلي على مدار السنه. لو عندي حجم العمل السنوي ان انا عاوز انتج 3200 وحده انتاج، عشان احدد عدد العمال المطلوبين اقول 3200 تقسيم 266، يبقى 3200 على 266 هيطلع الرقم 12 عامل تقريبا. يبقى اذا انا بقول حجم العبء العمل اللي موجود عندي قد ايه، عدد ايام العمل المتاحه ليا في السنه بعد استبعاد بقى الجمع والعطلات الرسميه والاجازات واجازه المرضيه، اقسم ده على ده يقوم يديني حجم العمل الايه المطلوب. ناتي بقى لاختيار الموظف المناسب، فبنعلن في وسائل الاعلان المناسبه، تجمع لدينا سير ذاتيه، نعمل اتصالات وتحديد موعد للمقابلات الشخصيه، ربما بنجري اختبارات، بنحضر بطاقات الوصف الوظيفي، هنجري المقابلات، وبعدين نختار من نراه مناسبا من المتقدمين. الموظف يلتحق بالعمل لفترة تجريبية عشان هو يشوف مدى كفاءته في العمل واحنا نشوف مدى كفاءته في العمل. مع نهاية الفترة ربما بنعقد له او بنديله عقد محدد المدة بالنسبة للوظيفة. ده بشكل سريع أبنائي وبناتي كانت رحلة سريعة بنعالج فيها واحدة من أهم وأخطر الموارد التي يجب أن تتوفر في المنظمة، موارد البشر، أهم الأصول، أهم الاستثمارات. إذا كنا بنقول إنه بلا عميل لا مبرر لوجود المشروع، فانه بلا عامل وبلا موارد بشريه لن نستطيع ان احنا ننجز المشاريع بتاعتنا. بهذا ابنائي وبناتي بكون انتهيت من هذا الموضوع. الان زميلي الفاضل الدكتور معاذ هيتيح لنا الاتصالات المباشره ويسعدني تلقي اي اسئله او اي استفسارات والاجابه عليها. شكرا وتحياتي الدائمة لحضرتك. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. بداية دكتور حابب أشكرك
لا جزاك الله خير وبارك الله فيك على الشرح الممتع الجميل. لا شكرا على واجب يا ابني. الله يحفظك دكتور. بالنسبه عندي قطعه اسئله لنهايه المنهج ان شاء الله. اتفضل. هو بس بالمناسبة هو المنهج خلص خلاص؟ لسه؟ نعم أنا أبغى أسأل الدكتور عن هذا الموضوع. اتفضل. كم محاضرة ضايع؟ والله أنا أعتقد إن إحنا كمان يعني إحنا دلوقتي في المحاضرة 18 اللي إحنا في التسويق 17 وال 18 يعني أتوقع إن إحنا قدام مننا يمكن من 4 إلى 5 محاضرات كمان. ان شاء الله. ان شاء الله الواجب الرابع. نعم. ان شاء الله يعني خلال الاسبوع هذا الاسبوع القادم. هو طبعا على حسب ما هو معلن لكن انا اعتقد انه خلال الاسبوع القادم سيعلن الواجب الرابع برضو ياخذ مده مناسبه ان شاء الله. واعتقد انك وزملائك توافقونني الراي انه الواجبات الى الان هي بمثابه هديه لحضراتكم. وأيضا الاختبار أنا كنت سعيد لما رأيت الأغلبية السحقة منكم جايبين 10 من 10 يعني ده كل ده يعني إيه بنعتبره هدية لحضراتكم دعما لكم ومساندة لقناعتنا بأنكم تستحقوا الدعم والمساندة. هذا يعني مو مستغرب منك. الله يخليك. الله يخليك يا دكتور. آخر سؤال بالنسبة لي في فصل كان بيتحدث عن معلومات حاسبية معلومات لها علاقة بالمنبلات وبالأصول. نعم. لن يرد لكم في الامتحان سؤال يتطلب معالجة محاسبية. أنا بتكلم في الأصول العامة لكن المعالجة المحاسبية أخواننا بتوع المحاسبة يعالجوه. أنا لن أختبرك في المحاسبة. أنا بختبرك في ريادة الأعمال فقد أسألك عن معلومة تتعلق بالقدرة بالمهارة لكن لن أدخلك في معالجات محاسبية ليس هذا مجالنا. دكتور آخر سؤال في هذه المحاضرة حاولت تكلمت عن فريق العمل. نعم. يعني في أكثر من طرف يعني هذه المكونات يعني هذا الفريق بشكل عام ولا هذا الفريق اللي يعمل مع بعض يعني في ريادة الأعمال كمشروع صغير كمشروع مش كريادة أعمال. أنا رائد الأعمال بنشئ مشروع فأحتاج إلى فريق عمل معاون لي كل منهم له دور. الله يخليك يا ابني يا ابن بالتوفيق إن شاء الله. أموري يا ابنتي تحت أمرك. ألو فضلي. اهلا وسهلا. لا بتكلم اتفضلي اسمعك. لا اتفضلي انت اسمعك لو سمحت. محدش دقيقه واحده يا بنتي محدش يتكلم ادوا الفرصه لزميلتنا. اتفضلي لو سمحتوا طيب انا ابي اعرف ان في بنات تقول ان المذاكره من الكتاب وانت جبت اسئله في الاختبار الفصلي من الكتاب فأبي أعرف من المحتوى الذاكر ومن الكتاب. يا ابنتي الفاضلة يا أبنائي الأعزاء خليني أقول لكم بوضوح والله اللي بيبحث عن مجرد النجاح وأنا متصور النجاح حتى أنه يجيب جيد فلو اعتمد بشكل يعني تركز في السلايدز يمكنه أن يحصل على الجيد. أما بقى الطالبات المتميزات اللي زيك اللي عاوزة الA والA بلس فلابد أن يدعم ذلك المرجع بيبقى فيه برضو بعض الأصول وبعض الأشياء مش هتعرف تجاوب على من سلايدز إلا إذا كان عندك خلفية. فأنت بالاختيار. أنا والله داخل أنا يكفيني أول جيد خلاص حرة السلايدز تكفيك أنا متأكد أنها تكفيك. أما من يبحث عن الA والA بلس أعتقد أنه محتاج يعني يرسخ الأمور شوي. نعم. من كم لكم يعني على حسب الموضوعات. الموضوع اللي موجود في الـ في الـ في السلايدز يبقى خلاص يعني موضوع موجود في السلايدز وموجود في الكتاب يبقى بتقري من الكتاب يعني لايه يعني قد ايه يعني على حسب. اوكي طيب في سؤال ثاني يا اخوي اتفضلي. التقرير الالكتروني ينتظر
مكتوب أن لا يوجد قاعدة، إن يعني ما هذا عبيت المتقين وقال لي بعدين إن لا يوجد قاعدة. حاضر، انا ده كلام، يعني ده كلام انا ما اقدرش اجاوب عليه، ان بيروح له الاستاذ معاذ ويعالجه ويبلغ حضرتك. انا اسف يا دكتور، عندي سؤال بس اخر ولكن اتفضل. بخصوص يعني الدكتور ان شاء الله احنا عندنا مرجع ممكن ان شاء الله تعالى يكون في بعض المعلومات. سؤالي الحق يا دكتور، يعني ايش تنصحنا كقراءه السؤال يعني سمعك. كقراءة السؤال يعني بصورة استنتاجية، مش بصورة حفظ. بص يعني ابن العزيز، انا ما بجيبش حاجة حفظ، انا لا، الحفظ فقط لما اكون بختبرك في القرآن الكريم. بما اني ما بختبركش القرآن الكريم، فانا بدي يعني ايه السنس العام، التوجه العام، التذوق العام بالنسبة لك. وبالتالي خلي بالكم برضو ما تنسوش القاعدة اللي انا حاططها، انه في 60% على اولا اختباري كله بيبقى الاختبارات الموضوعية، صح وخطأ واختار من متعدد. 60% من الاختبار للطالب المتوسط فأقل، 60% يعني لو انا جايب 70 سؤال يبقى فيه على الاقل 40 سؤال للطالب المتوسط فأقل، و20% من الاختبار يعني حوالي 14 عبارة دول للطالب فوق المتوسط، ثم تبقى 20% الباقيين، واحيانا بتقل بيني وبينك في السر، يعني بيني وبينك كده بكتفي ب 10% فقط، يعني 7 عبارات للطلبه اللي عاوزين يجيبوا الاي بلس. اظن كده عادله. معنى ان انا اقول انه في 70% او 60% من الاختبار للطالب المتوسط اقل، يعني الاسئله مباشره ما فيش فيها لف ودوران، يعني الطالب العادي جدا يقدر يعرف. ال10% الاخاره دول بقى اللي محتاجه واحد بقى يشتغل ويخلي باله من ايه وهكذا، ده اللي بتكلم بقى اللي عاوز من 95 فقاعد. اعتقد كده في عدل ولا لا؟ الله يحفظك. وانا والله حريص ويسعدني جميعا انه ال500 طالب وطالبه او الاكثر اللي موجودين معايا كلهم يحصلوا على اي بلس، وساكون اسعد الناس. ان شاء الله باذن الله. هل انتوا لقيتوا بالمناسبه في اختبار اعمال الفصليه، هل وجدتوا فيه يعني اي خديعه او كده؟ سامعني؟ الحمد لله. تاكدوا انه في نفس المستوى ونفس السياسه واحده، ما يعني انتم ابنائي، وانا اؤمن أنكم تستحقون كل الدعم وكل المساندة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أعقب على كلام جميل، طبعا المادة جميلة ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. العافية. الله يسلمك. سؤالي دكتور، معنى الامتحانات اللي قدمت أسبوع كامل، وهذا يعطينا ضغط زيادة في مجمل المواد طبعا، هل راح يكون في محاضرة من المحاضرات الأخيرة عبارة عن مراجعة أو عبارة عن مجموعة أسئلة عن تساعدنا كثير في المذاكرة؟ بص، أنا ما عنديش مانع، بس للأسف لو كانت الأمور إنه كان يبقى في بث مباشر كمان كان هيبقى ده، لكن أنا سأحاول أن أخصص، أنت بس من المقرر بتاعي، وأحاول أخصص محاضرة أجيب فيها عينة من الأسئلة وأقول والله خلي بالكم دي كذا دي كذا، يعني أسئلة وسأجيب عنها، بس مع ملاحظة مهمة بقى ابن العزيز، أنت سامعني وسامعني؟ الملاحظة بقول إيه؟ الأسئلة اللي هجيبها ما تلزمنيش بقى في الامتحان، ما تجيش تقول لي أنت جبت لنا أسئلة بره اللي جبته، ده أنا هجيبها على سبيل التدريب، على سبيل النماذج، وبالتالي يبقى في الأغلب العام أنها لن تأتي في الاختبار. إذا جه حاجة منها فيبقى ده يعني إيه صدفة كويسة لمصلحتك، لكن لو ما جاش حاجة ما تجيش تحاسبني ولاقيك بتقول ده جاب لنا أسئلة بره اللي هو الدهن، أنا مش ما اديتلكش أسئلة.
متفقين؟ عشان الأسئلة هذه في كل الأحوال راح تساعدنا في ترسيخ المادة العلمية. وأنا موافق معاك. بغض النظر عن كون تجيب الامتحان أو ما تجيب. وأنا موافق معاك. وبإذن الله وعد أنني سأخصص محاضرة أنا يعني هقعد أكلم نفسي فيها وأقول السؤال، ويعني اللي هي المحاضرات اللي ما بتبقاش بث مباشر، لكن هشرح السؤال وأقول خلي بالكم من كذا وانتبهوا لكذا، وهأكد بقى فيها خلي بالكم هذه الأسئلة ليست بالضرورة أسئلة الاختبار. واضح؟ بارك الله فيك. تأمرني يا ابني، تأمرني تحت أمرك. الله يخليك. الأبناء الأعزاء والبنات الفضليات، أين أنتم وأين أنتن؟ أبنائي وبناتي الأفاضل، إيه خلصنا؟ ايه خلصت الاسئلة عندكم؟ ممكن اشرح بقى موضوع تاني اذا شئتم، اشرح موضوع تاني. دكتور معاذ كانوا بيشتكوا انه بعض في طالبة دخلت عشان تعمل التقييم الالكتروني، فبعد ما خلصت قال لها مفيش تعبئة ما يعني. واضح يا دكتور معاذ؟ تفضلي. خلاص خلصتوا أسئلة؟ في حد عنده أي أسئلة؟ أبنائي وبناتي الأعزاء. معلش سؤال آخر دكتور. تفضل. ما أدري إذا كان ممكن نعرف نسبة في الأسئلة، نسبة الأسئلة الصح والخطأ مع نسبة الأسئلة. الأسئلة الصح والخطأ لا تتجاوز 20% من الاختبار. يعني 70 يبقى من 14 ل 15، ممكن تجاوزا تصل إلى 20 سؤال من 70، بينما 50 هيبقوا اختيار من متعدد، والبدائل هتكون لا تقل عن 4 بدائل لكل سؤال، او غالبا مش هي لن تقل ولن تزيد، هم 4 بدائل في السؤال الواحد. طبعا لو حبينا نصعبها بنخليها 5 بدائل، لكن احنا قلنا لا، يعني خلينا في صالح ولادنا يبقى 4 مناسب. الله يخليك. خلصتوا الأسئلة أبنائي وبناتي؟ يعني نقفل الجلسة؟ احنا لسه يعني في عدد كبير من الأبناء والبنات الفضليات والأفاضل موجودين معنا في الجلسة، في عدد يزيد عن 200 طالب وطالبة، فلو في أي أسئلة أنا تحت أمركم.
هل في حد من يعني بره المقرر كده، هل في حد من ابنائي وبناتي بعد ما درسوا المقرر ده بدأ يبقى عندهم اهتمام بانه يفكر يعني يبقى له مشروع خاص، يعمل مشروع صغير او غيره؟ هل حد مهتم بهذه القضية؟ بالمناسبة انا طلبت من ادارة الكلية انها تنظم الدورة، انا التزمت في البرنامج اللي قدمته لكم الحقيقة بالبرنامج المعتمد من جمعية ريادة الأعمال الدولية اللي هي ألفن، لكن طلبت من الكلية ان هم ينظموا وهم بصدد تنظيم دورة لمن شاء بحيث يشترك ويحصل على شهادة الجمعية الدولية، وأيضا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على الدورة، وده بيأهله للحصول على تمويل من بنك التسييف على حسب ما قالوا لي في صندوق تنمية الموارد البشرية. هل حد يعني دراسته لهذا المقرر استهوته ان يفكر يعمل مشروع خاص؟ دكتور، انا اظن اكيد كثير من الزملاء والزميلات يحاولون يسووا مشاريع ريادية او مشاريع تجارية، بس ممكن محتاجين الى تعميق الفكرة اكثر، والمادة بحد ذاتها ساعدت كثير في ترسيخ هذه الفكرة داخل النفوس. هو انتم بتدرسوا مقرر اخر اسمه ادارة المشروعات الصغيرة ولا ده في مستوى اخر؟ لسه لا، ممكن مستوى ثاني. هذا المستوى لا، هذه أول مادة تتكلم عن ريادة الأعمال والمشروعات الخاصة. تمام، لأنه في مقرر أظن إدارة المشروعات الصغيرة، ف يعني على العموم أنا شخصيا من المهتمين بقضايا الانتربرنور شيب والعمل الحر، ويعني ربنا أنعم علي أنه إلى حد ما عندي خبرة يعني بعتز بها في هذا المجال، ويسعدني الايميل بتاعي موجود عند حضراتكم. لو اي سيبك بقى من المقرر ان شاء الله بتنجحوا فيه، لكن لو اي حد محتاج انه معلومه مني او مساعده في اي شيء يتعلق بانشاء مشروع صغير انا يسعدني زاد. انا بالمناسبه قعدت فتره طويله بقدم جزء من اخطر الاجزاء اللي بتقدم، كان الغرفه التجاريه بتقدم بتعاون مع البنك الاهلي برنامج اسمه انشئ مشروعك الصغير، وكنت انا باخد الجزء الخاص بالبزنس بلان، زائد انا زي ما قلت لحضراتكم موسوعه هو از هو الامريكيه نشرت عني صفحه كامله، ودي مش معتاد، الصفحه اساسا بيخصصوها لثلاثه او يعني على احسن ظرف يبقى الاثنين، لا نشروا عني صفحه كامله باعتباري من الناس المتخصصين في الانتربرنورشيب يعني. فيسعدني انه اذا كان عندي خبره او استطيع ان افيد، من فضلك ومن فضلك لا تتردد انك تبعت لي ايميل، وانا يسعدني ان انا ارد عليكم فورا. واضح انه ما عادش عندنا اسئله. على العموم طبعا نهايه الجلسه ما بتعنيش نهايه التواصل فيما بيننا، من فضلكم اي حاجه على الايميل انا بحاول على طول يعني في نفس التوقيت في نفس الليله بحاول ان انا ارد عليه. تمنياتي بالتوفيق، تمنياتي بالسعادة، أسأل الله لكم يعني كل خير، ونلتقي دائما على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.